بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. الاناجيل بتاعت شهر امشير بتبقى لانها احتمال كبير انها ما تتقراش كلها، ففيها فكره متكرره. طبعا ليه ما تتقراش كلها؟ لان الصوم الكبير، يعني السنة دي الصوم الكبير جاي متأخر، بتدي 6 مارس. فلو مثلا الصوم الكبير جاي بدري، جاي مثلا ممكن يجي لحد نص فبراير مثلا. لو هو نص فبراير فكان مش هيتقرا الإنجيل دوت، هيتقرا لو النهاردة كان حد الرفاع ما كانش هيتقرا الإنجيل بتاع أول أمشير. الحد الأول من أمشير كان هيتقرا الحد اللي إيه؟ الحد بتاع الرفاع. واضحة الفكرة؟ فالكنيسة رتبت انه كتمهيد لدخولنا للصوم الكبير يبقى الاحاديث عن سر التناول وسر الافخارستية كتمهيد للتوبة، يعني بتاعة الصوم الكبير. الانجيل بتاع النهاردة من انجيل يوحنا الاصحاح 6. الاصحاح 6 هو اللي كان فيه صح 6 اللي كان فيه المعجزة بتاعت إشباع الجموع. وفي آخر الإصحاح يتكلم المسيح عن إنه هو الخبز الحي النازل من السماء، من يأكل جسدي ويشرب دمي، الآيات المعروفة لينا كلها. بس أنا عايز أعلق على الجزء اللي في النص دوت. يعني بداية الإصحاح كانت معجزة إشباع الجموع، وانتهى بإن المسيح كلمهم عن السر التناول اللي هو الشبع الحقيقي للبشرية والخبز الحقيقي اللي بيقدمه المسيح للبشرية. لكن في النص في الإنجيل اللي اتقرأ علينا، المسيح لقوه عدى البحر بس مش عارفين ازاي، وبعدين الناس ماشية وراه، فيقول لهم كلمة مهمة أوي أحب إن احنا نقف عندها. قال لهم أولا، هم سألوه يا معلم متى أتيت لهنا وإزاي جيت؟ لأن هم راحوا بالسفن، عدوا البحر طبرية، وهو ما كانش معاهم. لكن المسيح خدهم في سكة تانية، قال لهم لأن المسيح عالم وعارف بالقلوب والكلى، فقال لهم الحق الحق أقول لكم، تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وإيه فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ايه الطعام البائد؟ الطعام المادي. بائد يعني ايه؟ يعني ايه بائد؟ ها؟ زائل، ينتهي، يبوظ، مش كده؟ حط احلى اكله سيبها يومين ثلاثه بره هتبوظ، ما تطيقش تاكلها، طعمها يبقى وحش ويصيبها الفساد. فالمسيح قال اعملوا لا للطعام البائد، بل الطعام الباقي للحياه الابديه. طبعا المسيح كان بيوجه ليهم نوع من اللوم، لأنهم ماشيين وراه مش علشان تعليمه، مش علشان أعماله، مش علشان الخلاص اللي جه يتكلم عنه، لكن عشان الخبز اللي عمله لهم في المعجزات بتاعت إشباع الجموع 5000 و4000. فقال لهم أنتم تبعتموني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. إيه رأيكم في موقف الناس اللي مشوا ورا المسيح بحسب معرفته لقلوبهم، إنهم مشوا وراه علشان إنه مجرد بيعمل أكل، بيشبع الجموع بأكل مادي؟ إيه رأيكم؟ تقولوا عليهم إيه؟ ها؟ ها؟ مصلحة مش كده؟ طيب تخيل حد يكلمك يطلب حاجة فتعملها له، ما يسألش فيك بعد كده، وبعدين يكلمك يطلب حاجة، وبعد كده تفهم بقى، أول ما تلاقي نمرته تقول آه هستنى أشوف هيطلب إيه، لكن تحتاجه ما تلاقيهوش، تحتاجه ما تلاقيهوش. أكيد الشخص ده يعني لو أنت كويس قوي قوي وقلبك كبير قوي قوي هتعملها، بس تبقى فاهم ومتضايق انه
مش دي مش صحوبيه ديت، يعني انا هعملها عشان خاطر ربنا بس، لكنه عشانه ما اعملهاش، لانه هو بيعرفني ساعه المصلحه بس، عرفنيش غير ساعه المصلحه، عايز مني حاجه. طب ايه ما احنا بنعمل كده مع ربنا؟ يعني الموقف دوت انا شايف ابتسامه على وشوشكم لانكم عارفين ده موقف بايخ قوي. طب ما احنا بنعمل بالظبط كده مع ربنا، بنروح له لما نبقى مزنوقين. هو مفيش مانع نروح لما نبقى مزنوقين، ولا اصحاب لبعض، بس هي النقطه انه مش كل بس ما نبقى مزنوقين، لكن غير كده ما عرفوش، ما نعرفوش. احساس وحش قوي، جربوا كده، كلنا قابلنا ناس عملوا معانا كده، احساس مش ظريف. فالمسيح كشف الحته ديت، كشف الحته دي. قرايه النهارده انا ده الموقف اللي اتقال في الانجيل، انتوا عارفين انه دايما القرايه الاساسيه هي قرايه الانجيل. تعالوا نبص على القرايات الثانيه تقول لنا طب يا رب انت عايز مننا ايه؟ انت احنا اتفقنا انه عايز انت عايزنا نعمل لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه. ايه الطعام الباقي للحياه الابديه؟ جسدك ودمك. ومش بس كده، الانسان اللي بياخد جسد ربنا ودمه بيثبت فيه، وهو يثبت في ربنا، ولما يثبت في ربنا لازم دوت يبقى يبان في حياه الانسان دوت. طب انت يا رب عايزنا نعمل الطعام الباقي للحياه الابديه، طب ايه المنظر الاخراني اللي انت عايز تشوفه فينا؟ انت عايز مننا ايه؟ نلاقي القرايات التانية تجاوب لنا على الأسئلة دي. أولا قراية البولس، قراية البولس أخرها طبعا هو أتكلم كان كنيسة كورنثوس، كان فيها الناس يتخانقوا مع بعض ويروحوا على المحاكم، فبولس ادالهم كلام جامد، قال لهم يعني ما فيكمش حد حكيم يقدر يحكم بين أخوه، بين الأخ وأخوه؟ مش قضية أن يقعد على منصة ويقول حكمة المحكمة مش عارف بإيه، لكن قضية أنه بالمحبة والحكمة اللي ربنا اداها للكنيسة ان الناس تقبل الايه؟ تقبل دوت. فكان بيوبخهم على دوت، قال لهم يعني فضلش غير ان انا اجيب لكم واحد محتقر عشان هو اللي يحكم ما بينكم، مادام وصلتوا انكم مش عارفين انكم بتلجأوا للمحاكم بتاعة العالم. وبعدين في الاخر قال لهم لا تضلوا، اوعوا تنسوا انه لا الزناة ولا عباد الأوثان ولا الفاسقون ولا المأبونون ولا مضاجعو الذكور، لست وحشة قوي من الخطايا، ولا السارقون ولا السالبون ولا السكرون ولا الشتمون ولا الخاطفون يرثون ملكوت الله. طب ايه؟ قال وهكذا كان أناس منكم، وانتوا كمان كنتوا كده لما قبل ما تعرفوا المسيح، بس دلوقتي ايه لما عرفتوا المسيح؟ قال بقى المنظر الآتي، لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إله. يعني انتوا بقيتوا ليكوا شركة مع الثالوث القدوس، اللي بيعمل لا للطعام الباقي بل الطعام الأبدي، الطعام الباقي للحياة الأبدية. إنسان اغتسل بل تقدس بل تبرر باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إلهنا، بقى له شركة مع الثالوث القدوس. بالمناسبة هنا تلاقي الثالوث، بل تقدستم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إلهنا. إلهنا مين؟ الآب، الله الآب. بقى ليكوا شركة مع الثالوث القدوس. الإنسان اللي بيعمل لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، إنسان اغتسل، نضف. اغتسلتم بل تقدستم، بقى مقدس لله. يعني إيه التقديس؟ الاغتسال إنسان اتوسخ وبينضف. التقديس معناها أنه الإنسان يبقى مخصص لربنا. تبررتم يعني إيه؟ يعني خدتوا البراءة، صرتم بلا حكم، لم يعد عليكم إيه؟ لم يعد عليكم حكم. الإنسان المسيحي إنسان لازم يكون ده باين فيه، انه انسان اغتسل بل تقدس بل تبرر. ده المعنى ان الانسان يعمل للطعام الايه؟ الباقي للحياه الابديه. الموضوع مش انه التناول مش حاجه كده يعني بناخدها اوتوماتيك تخلينا نروح السماء، لكن ده احنا بنتفاعل مع عمل نعمه ايه؟ مع عمل نعمه ربنا.
تقدستم بل اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إلهنا. ده تفاعل مع عمل روح ربنا علشان يبان فينا الايه؟ عشان يبان فينا السمر دوت. اعتقد اذا كنا عايزين نحط عنوان للقرايات النهاردة، ازاي الانسان ينال من نعمة ربنا، ازاي الانسان يعمل لحياته الابدية، يعمل لحياته الابدية بانه يتفاعل مع عمل نعمة ربنا، يبان فيه حياة الاغتسال والتقديس والتبرير اللي اخدناها بشركتنا مع الثالوث القدوس. احنا لان احنا صرنا اولاد الاب السماوي، صرنا اعضاء في جسد المسيح، صرنا مقدسين بالروح القدس وهيكل الله وروح الله ساكن فينا، لابد ان ده يبان في حياتنا. علاقتنا بربنا مش مجرد مصلحة، مش مجرد مصلحة، مش عشان ناكل ونشرب. يعني لما نشوف صلواتنا اللي ايه، ان احنا بنصلي لاجل الايه؟ لاجل امور اغلب الصلوات بتاعتنا وحاجات نتزنق دي. يعني ايه؟ تلاقي تزنق دي امتحان، شغل، لولادنا، لمرض، كلها الحساب الايه؟ الحساب الارض والحساب حياة الجسد. ربنا دايما نقول ربنا ما قالش انا ماليش دعوة بالجسد، عمره ما قال كده. لكن تخيلوا لو كل طلباتنا منه مادية بنفس المقياس اللي كنا بنقوله دوت، اللي هو ايه؟ انتم تبعتموني ليس لانكم رايتم ايات بل لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. وبالتالي نعمه ربنا نعمه حقيقيه قادره انها تغير حياتنا. يعني من فتره كده قعدت معايا واحده مش مصريه يعني، وقالت لي انا البيت اللي تربيت فيه ما كانش بيت مسيحي، وكانت ال فيه كلام وحش وسكر ولخبطة. ولكن النهاردة أبص على نفسي لما قبلت المسيح وعرفت المسيحية، أبص على نفسي أقول أنا مش عارفة إزاي حصل فيه التغيير ده. بالتأكيد دي معجزة. بسطت قوي إنه إنسان يختبر فعلا يعني إيه ربنا يشتغل في حياته فيحصل تغيير. الكلام ده حقيقي، الكلام ده حقيقي، مش كلام ناس بتقول. وانا بحكي لكم حكايه سمعتها، وهي دي حكايه الانجيل وحكايه القديسين، هي دي الحكايه بتاعت كل اللي مكتوب في الكتاب المقدس، انه ربنا قادر انه يغير. عشان كده نلاقي القرايه الثانيه، قرايه الكاثوليكون، فيها كلام جميل قوي. القديس بطرس يقول ايه؟ يقول إذ نحن منتظرين هذه، وهذه دي عايدة على كان قبلها، بيقول إيه؟ إن إحنا ننتظر سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها الإيه؟ البر. لا. وقال إنه الأشياء الأرضية دي كلها هتنتهي. فبعديها بيقول بعد بما إننا عارفين كده، إذا إحنا فاهمين كويس إن الأشياء الأرضية هتنتهي وإن إحنا ننتظر سماء جديدة وأرض جديدة، ما ده الطعام البائد وده الطعام الباقي للحياة الأبدية. فلو إذا المسألة كده هوت، يبقى مطلوب منكم الآتي: إذ نحن منتظرين هذه اجتهدوا أن توجدوا بلا عيب ولا دنس قدامه في سلام. اجتهدوا، يبقى ليكم جهاد أنكم لما تقف قصاد ربنا اجتهدوا عشان يوم ما تقف قصاد ربنا تبقوا في سلام، ما انتوش خايفين. انتوا عارفين أنه لما المسيح يجي في ناس حيقولوا للجبال غطينا وللأكام اسقطي علينا، لأنهم عارفين حياتهم. يقول كده قديس يوحنا في إنجيله، يقول هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لما يجي المسيح مش هيحبوا يقابلوه لأن أعمالهم شريرة، هم اللي دانوا نفسهم لأنهم عايزين يعيشوا في الإيه؟ في الظلمة، والمسيح هو النور، والمسيح هو النور. لكن ولاد ربنا على قد ما الكلام المسيح اتكلم عن النهاية، واحنا عارف يعني ناس كتير تنزعج جدا من الاصحاحات اللي بتتكلم عن النهاية، اللي هم متى 24، لوقا 21، مرقس 13، اللي فيها النهاية هتبقى ازاي ولو لم يقصر الرب تلك الايام. لكن رغم انه الوصف المزعج ده، المسيح يقول لنا ايه؟ يقول لنا متى رأيتم هذه فانتصبوا، انتصبوا يعني اقفوا وارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم ايه؟ تقترب.
تعرفين حد في سجن؟ وقالوا له هيفرج عنك. كل رجل تقرب يطلع يبص جايين يفرجوا عني ولا لا، زي العكس بتاع المحكوم عليه بالإعدام، كل رجل ايه تقرب يقول جايين ايه ياخدوني يموتوني. ولاد ربنا كده، ولاد ربنا مستنيين ربنا، مستنيينه. هم عاشوا لأجل اليوم اللي ايه اللي يجي ياخدهم فيه على الايه على السحاب. عشان كده اذا كنتم فاهمين كده ان انتم مش بتوع الطعام، مش بتوع الطعام البائد، بل بتوع الطعام الباقي للحياة الأبدية، اجتهدوا ان توجدوا عنده بلا عيب ولا دنس وقدامه في سلام. وبعدين قال ايه؟ احسبوا انات ربنا خلاصا. يعني ايه انات ربنا خلاصا؟ يعني طول ما ربنا مطول باله علينا ومدينا عمر، يبقى بيقول لنا ايه؟ يلا توبوا، مش كده؟ بيقول لنا توبوا. اعرف يعني كاهن شيخ كبير جدا في السن دلوقتي، وكان من سنين طويلة يمكن قرب 20 سنة، أقل شوية، وكان مر بأزمة صحية جديدة يعني، وكان سنه مش صغير، لكن ربنا عدى منها ولازال ربنا يديله صحة موجود. ولكن كان دايما لما الناس تكلموا بعد الموقف دوت وتقول له ده ربنا نجاك، يقول له ربنا كان عايزني أتوب. ويقولها مش انت عارفين احيانا نستخدم كلمات كده ايه يعني ما نعنيهاش يعني، مش كده؟ لكن تحس هو كان بيقولها بصدق، هو شخص دغري قوي، فيقول ربنا اداني عايزني بيديني وقت عشان اتوب، بيديني وقت عشان اتوب. الانسان الواعي يعرف انه ربنا مديله الوقت عشان يتوب. بيني وبينك هو الوقت ايه؟ اول الوقت بيجري، الوقت بيجري، مفيش كلام في ديت. كل ما الواحد يكبر يعرف ان الوقت بيجري، وفي نفس الوقت الوقت تطال ولا قصر، اللي مات كبير ولا مات صغير، في الاخر هي نهايه، والوقت زي ما بقول بيعدي وبسرعه. لكن القضيه ان الانسان حياته ديت كانت رايحه لفين؟ كانت فعلا هدفها الطعام الباقي للحياه الابديه ولا لا؟ الإنسان عينيه على السماء ولا لأ؟ عشان كده قال لهم احسبوا أنات ربنا خلاصا. وبعديها بشوية يقول إيه؟ يقول أما أنتم يا إخوتي فإذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من أن تضلوا بضلال الجهال. ما أنتوش جهال. تخيلوا أنه أحيانا نقول إيه؟ الدنيا ماشية كده، بقى بنقارن نفسنا بالجهال، بقى يجي واحد متعلم يمشي ورا واحد جاهل، تبقى حاجة وحشة قوي. يقول أنا شفت فلان بيعمل كده فما عرفش عملت زيه. أنا راجل متعلم، ده أنت راجل يعني بتفهم كويس، إزاي تمشي ورا واحد جاهل؟ إحنا أحيانا نعمل كده لما أقول الدنيا ماشية كده. أيوة الدنيا ماشية كده عشان ما عرفتش ربنا، ما عرفتش المسيح، ما خدلش اللي أنت خدته. لكن عشان اللي أنت خدته لازم تعيش مختلف. ما تقولش بقى أصلا أنا المفروض أعيش زي الدنيا لأن الدنيا كلها بتعمل كده، تعمل الدنيا كده، لكن أنا لأ. عشان كده قال لهم أما أنتم يا إخوتي فإذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من أن تضلوا بضلال الجهال فتسقطوا من ثباتكم بنفسكم، بإيديكم تقعوا نفسكم. لكن انموا في النعمة، انموا في النعمة. المسيح يتقال عنه أنه كان ينمو في الإيه؟ في النعمة والقامة أمام الله وجميع الإيه؟ وجميع الناس. انموا في النعمة، نفسنا نكبر في نعمة ربنا. طب نصلي الحكاية دي، نقف نقول يا رب نمينا في النعم. إذا في ناس اختبرت فعلا بشكل معجزي، وعلى فكرة الشخص اللي بيقول أنا ربنا غير حياتي بشكل معجزي، ده مش معناه أنه مفيش وقت بيعدي بشكوك ولا بضعف ولا تعب، بس يرجع يفكر نفسه بأنه ربنا حقيقي بيشتغل، بيغير، بيقود الحياة، بيتوبنا. توبني يا رب فإيه؟ فأتوب. عشان كده قال لهم انموا في الايه؟ في النعمه. جميله قوي الكلمه دي، يا ريت تفتكروها، انموا في النعمه. يا ريت نقعد نقلبها في ذهننا، نفسنا ننمو في النعمه، نفسنا نكبر في نعمه ربنا. زي ما بنشوف طفل صغير بيكبر بيعرف بيفهم، يبتدي يسوق عربيه، يبتدي ياخد شهاده، يبتدي يشتغل شغل، يبتدي بدل ما احنا اللي كنا بناخده من ايديه بقى هو اللي بيساعدنا، فيكبر ونفرح بولادنا وهم بيكبروا.
ربنا نفسه يفرح بينا لما ننمو في الايه؟ في النعم. اخر قرايه لبراكسيس. لبراكسيس بقى ياخد تطبيق عملي يقول لنا ايه؟ انا مش هقول لكم افكار، لكن هقول لكم حكايه واحد كان اسمه ايه؟ شاول، مش كده؟ الراجل دوت كان اشد المضطهدين اللي بيقود حملات الاباده والمقاومه للمسيح والمسيحيه. فربنا يقابله ويغيره ويقول له انا اللي انت بتضطهده. يقول له انا ما اعرفكش. مين انت؟ ما اعرفكش. قال له اللي انت بتضطهدهم دول بتوعي. وجميل قوي انك تبص على انه ايه، ربنا يوحد نفسه مع اولاده. هو ما اضطهدش المسيح، هو كان بيضطهد المسيحيين. فلما يجي لقابله المسيح يقول له ايه؟ انا ايه؟ انا الهك الذي انت ايه تضطهده. قال له انا ما اعرفكش. قال له لا، تضطهد ولادي ولا تضطهدني انا؟ عشان نعرف، عشان لما يتقال لنا ان الحرب للرب، انه الشيطان لما بيقاوم هو مش بيقاومنا احنا، والناس لما بيكرهونا مش بيكرهونا احنا، بيكرهوا المسيح، بيرفضوا المسيح، واحنا يعني نحسب ان احنا نحسب مستاهلين ان احنا نتصنف ونتوحد مع المسيح، دي بحاجة ما نستحقهاش. دي النقطة اللي فهمها التلاميذ لما مرة ضربوهم وقالوا لهم اوعوا تجيبوا سيرة اسم يسوع. وبعدين ضربوهم وخافوا منهم لانهم ايه، ناس كتير شافتهم قوموا الاعرج. الكلام ده كان بعد ما بولس شاف الاعرج. فيقول لك ضربوهم ومشوهم. فهم عملوا ايه؟ ها خرجوا ايه؟ فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. اعتبروا انه الاهانه والضرب مش ليه يا رب تعمل فينا كده، لا ده دي حاجه ميزه وامتياز ما يستحقهوش. كون ان ربنا ادهولهم دي، ده شرف، ده كرامه، ده مجد. فبولس الرسول ربنا يقابله ويقول له انا عايز اغير حياتك. انا ايه؟ هخليك واحد تاني ويخليه واحد تاني. يخليه بولس اللي ايه؟ يكتب الرسائل. يخليه بولس اللي يجيب كنايس. يخليه بولس اللي يعني ما شفناش خادم عمل اللي ايه؟ اللي عمله. ايه رأيك؟ نعمة. نعمة ربنا. هي دي نعمة ربنا. هو دوت اللي ايه؟ التحويل الانسان من انه يدور على الطعام الباقي للطعام اللي ايه؟ من الطعام البائد للطعام اللي ايه؟ الباقي للحياة الايه؟ الابدية. عايز اقول انه عمل ربنا عمل حقيقي. كتير قوي نحس ان احنا محبطين، يأسين، تعبانين من الدنيا بكل شكل ولون. كل واحد عنده الحاجة اللي تعبان، اللي ناقصه شغله واللي ناقصه، وتلاقي اللي عنده دي ما عندوش دي وتعبان عشانها. التاني يقول له لا انت شفتش، لو انت عارف ده احمد ربنا ان عندك دي، ترى ما عندكش دي بقى كنت تجرب. فالتالت يقول لهم ايه، وهكذا. كل واحد حاسس انه ناقصه حاجه. طيب ايه الاجابه ايه لكل دول؟ انه نبص لفوق فنلاقي انه مش القضيه في ايه اللي ناقصني، ومش القضيه في اللي انا عايزه من امور الارض، لكن القضيه في ايه؟ القضيه في ان احنا ندور على السماء، الطعام الباقي للايه؟ للحياه الابديه. وانه مش بس كده، ان ربنا لما قال لنا كده ما قالناش وسابنا، لكن قال لنا انا معاكم. عايز تبقى انت شايف نفسك شاول، اقدر اخليك بولس، اقدر انميك في النعمه، اقدر اغسلك واقدسك وابررك، بس بشرط انك تبقى عايز دوت. اوعوا نقف عند مرحله بس ان ربنا هو ايه، هو الصراف، هو اللي بتاع الطلبات، هو المخزنجي. ربنا مش حاجة من دول. ربنا هو ايه؟ هو ابونا وإلهنا وأبديتنا، لانك انت هو حياتنا كلنا، ها، خلاصنا كلنا، رجائنا كلنا، شفائنا كلنا، وقيامتنا ايه كلنا. وانه قادر انه ينمينا في الايه؟ في النعمة. عايزكم تفتكروا، انسوا اللي انا قلته كالعادة، يعني ننسى يعني اللي نسمعه، لكن افتكروا انمو في النعمة دي. ياريتنا نفكر ان احنا نفسنا ننمو في النعمة، نكبر في نعمة ايه ربنا، تبقى دي طلبتنا. خلينا للاسبوع الجاي ننسى اللي احنا قلناه، ويمكن نفتكر ان احنا ايه، انمو في الايه، انمو في النعم، ونعمه ربنا حقيقيه.